ياسين الريخ رئيس جمعية منتقى بلدي للمواطنة. الهدف ديالنا يعني جمعية منتقى بلدي تحت إشراف السلطات المحلية من عمالة مقاطعة دابدا أنفا وأيضا التعاون الوطني ديال المنطقة، حاولنا على أننا نفكروا جميع في هاد الأطفال اللي هما كيعيشوا في وضعية الشارع، لأن الآن بلادنا كتعيش واحد الوضع استثنائي. هاد الوليدات هادو عرضة للشارع، يعني عرضة للعدوى ديال المرض، فاحنا خاصنا نقويوهم، لأن يعني كنا خاصنا نكون في حجر صحي، حتى الوليدات خاصهم يكونوا في حجر صحي. فهاد الوليدات كيجوا عندنا الطاقة ديال السعابية ديال 20 طفل اللي ممكن ترتفع حسب الطلب. الأطفال كيجوا عندنا كيخضعوا مجموعة من المراحل، من هالمراحل ديال التنظيف أول حاجة، ثم التطبيب، يعني كيكون عندهم هنا طبيب معالج اللي كيدير لهم حصص التشخيص وحصص العلاج عند الأمراض، يعني ممكن تكون أمراض الدواء، ثم حصص تربوية واجتماعية، لأن الهدف هو أننا هاد الطفل هذا نوعيه ونسانده ونواكبه باش أنه يرجع بعد هاد نهاية حالة الطوارئ الصحية، يرجع الأسرة ديالو، يرجع العائلة ديالو، لأن الهدف ماشي هاد الطفل يبقى في الشارع، الهدف أن الطفل يرجع المكان الأصلي ديالو اللي هو البيت ديالو. هربت من عند والديا. علاش؟ تيضرب والدي ما نمشي نبريهمش. فين كاين والديك؟ سباتة. علاش ما خفتيش عندهم؟ نبغيش نمشي لها. علاش؟ تيحقروا عليا. با تيشرب و تيسكر. ياك هو يولي بحال هكاك ويجري عليا من الدار. ماشي يسولش فيك. دابا في الشارع ما كتعرفش تندبر على راسي. تناكل بهم و تنصافي. البوليس هما تيتعاون معانا، تيعطيونا ما ناكلوهم. الجمعية تجي عندنا شي تعطينا الخبز، المقرعة، الماء. وانت دابا ما خفتيش يعني الشارع جات نعاس؟ ما خفتيش زعما شي واحد اللي يتعدى عليك ملي تكون نعاس؟ لا لا، ما تيقيسونيش. علاش ما تمشيش عند والديك؟ هما راه ما بغاونيش. هما ما بغاوكش؟ هما علاش؟ في خيرية مراكش، أنا نهرب من مراكش وأنا نجي في كار. السلام عليكم، أنا سميتي أشرف، وهادشي اللي خلانا نعيش في الزنقة ونخرج الزنقة ونتشرد. أنا لي شي ما عندي لا أب لا أم، عندي خشي لا عندي والله، ولقيت الناس وقفوا معايا. كنت في الزنقة ناكل من طوارو، وكنمشي عند هدا يعايرني هدا، وبقيت تما في الزنقة. جاد المرض، لقيت واحد جمعية جات وقفات معانا الله يرحمها الوالدين، جات عطاتنا حوايج، دوشنا، لعبنا كرة، فرحنا، التلفازة، كلشي كاين. بغينا نشوف من سيدنا الله يدير لنا شي حل الله يرحم ليه الوالدين. حنا راه عينا بزاف، بغينا شي حل نشوفو حنا بغينا المستقبل ديالنا بحالنا بحال الناس. لا كانوا شي ضربوني الدراري كبار مني، شي نلقاهم شي يلقاو حيدوا لي فلوس، شي حيدوا لي بزاف ديال الحوايج. شن نعس في واحد البلاصه سميتها شقولوا لها القوازه، سحد لاكار، لاكار ديال التران هذا اللي تحت حدا مرسى ديال باب واحد. بقيت تما شنعيش تما، جات واحد الجمعيه تعرفنا عليهم، قالنا جيت بما حيد المرض وشوفوا تندير لكم شحال من وراء المرض تا هو، ان شاء الله تي حيد المرض وراه قالنا غنوقفوا معاكم وهادشي. الله يرحم ليهم الوالدين، وراه هادشي اش نتمنى منهم، اش نتمنى من سيدنا الله يدير لنا شي حل. الله يرحم الوالدين. خلاتك تعيش في الزنقه وكيفاش لقاوك هاد الناس ديال الجمعيه وجابوك هنايا؟ دولينا على هادشي. يلا نقول سميتي لك.
شكون السميه ديالك؟ السلام عليكم، انا سميتي هشام الطرواني، عندي 17 عام. هذه الجمعيه جابتني من المدينه القديمه ساحه الماريشان. انا دابا يا شنو هي الظروف اللي خلاتني انني نخرج التشرع ونخرج المعاناة بزاف؟ انا عندي والدي ماشي ما عنديش، كبرت في خيريه، واحد الفتره كنحس براسي تزيرت في الخيريه، هربت منا، بغيت نمشي نعيش مع والديا، والديا ما بغاونيش، وانا فاش والديا ما بغاونيش وهربت من الخيريه، حسيت براسي كاع البيبان تسدو عليا، وما لقيت من ما قلت تاح الاخر انني نتشرد ونصبر حتى نهاري كتاب المكتب. ولكن ربي كبير جاب لينا هذه الجمعيه، ساعدتنا على هذا الفيروس، فيروس مرض الكورونا كوفيد 2019. وحنا هنا مع هذه الجمعيه واكلين شاربين لابسين عايمين، كلشي ناعسين مغطين، كلشي بخير وعلى خير. كنضحكوا بيناتنا، نلعبوا، نديروا الموسيقى، ننشطوا، نديروا كلشي بخير. الحمد لله هذه الجمعيه وفرات لينا كلشي بخير الحمد لله. والسلام عليكم خوتي. بغيت ماما تقلب عليا، ياك وانا راه ربي راسي تسكر، وداك الشيء من ورا جرى عليا ماما تتقلب عليا في اي بلاصه، ما لقاتنيش وانا نهرب من الدار ومشيت نعس في الزنقه. مشيت سامي الادريسي، ياك با سميتو حميد البنوني. نقولهم يجوا عندي يا ربي، يجوا عندي، بغيتهم يجوا عندي الناس وتعاونوا معنا يجوا عندي. وانا راه كنت في ماريشان، الناس في ماريشان مانطا كارطون خانز وداك الشيء، كنت غطا بيه وصافي. شحال عندك من عام؟ 11 عام. بغيت نرجع دابا للوالدين؟ بغيت نرجع. ماما بغيت ترجع 2019، ما ترجع عند مو والديا، عند مو يمشي. هاد الاطفال هادو يعني اطفال اللي اول حاجه خاصنا نفكر فيها عندنا شنو الدافع اللي خلاتهم يخرجوا الشارع. كل واحد فيهم عنده مشاكل ديالو، كل واحد فيهم عنده ظروف اللي خلاته يخرج الشارع. كاين اللي الام ديالو توفات، كاين اللي الاب ديالو ما استطاعش يوفر لي ظروف العيش. اذا الهدف هو انه نلقاو معاهم الحل، لان هادو ولادنا كلنا، ماشي ولاد واحد ولا جوج، ولاد المغرب يعني، ولادنا حنا كلنا كمغاربه، فكنا خاصنا نتعاونوا باش اننا نقدموا يد المساعده، كنا خاصنا نتعاونوا باش اننا نخرجوهم من هذه الحاله هما فيها ونرجعوا للحياه ديالهم ان شاء الله عاديه. كل واحد خاصو يقرا، واحد خاصو يخدم، لان الهدف هو ان الطفل ديال اليوم هو رجل غد. نبغي نوجه واحد الرساله لكل العائلات، كل الامهات، كل الاباء، ديروا في بالكم ان اولادكم هما اللي كيديو الثمن لاي مشكل وقع بيناتكم. فهاد الوليدات هادو نحاولوا نحرصوا كلنا جميع، كل واحد المكان ديالو، ام اب، الا كانوا مشاكل نحاولوا نتفاداوهم، الا كانوا مشاكل كبيره نحاول اننا على الاقل يعني نتعاونوا بيناتنا تنحميو هاد ولادنا. وصلنا واحد السن محدد ومن بعد ديك الساعه ما نقولش المشاكل تستمر، انما يعني تلقاو حل وصافي. هذا هو الهدف ديالنا. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.